السلام عليكم وكيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في القناة سارة في اليابان. اليوم حكلمكم عن تجهيزاتنا للمدرسة. طبعا الحمد لله بنتي أنا الصغيرة هادية داخل المدرسة السندية. قبل فترة عملت لكم فيديو عن تخريج الروضة، تكلمنا عن الروضة وبعدين عن تخريج الروضة في اليابان، ممكن تاخذوا فكرة. أمس كان حفل دخول المدرسة، لكن هنا في اليابان المدارس يعني متشددين جدا في حتة التصوير داخل المدارس، فما حقدر أعمل لكم فيديو عن الحفل بتاع دخول المدرسة، لكن بعمل لكم فيديو الآن عن تجهيزاتنا للمدرسة. بجد في اليابان يعني تجهيزات دخول المدرسة فعلا حاجات كثيرة جدا، ما حاجة بسيطة. يعني طبعا بالنسبة لنا إحنا وبالنسبة لأي بلد تانية في تجهيزات معروفة، يعني اللي هي الشنطة مثلا والمقلمة والأدوات وكراسات وفي حاجات كده يعني متعارف عليها، بس هنا في اليابان في حاجات فعلا أنا حسيتها مميزة ومختلفة، دي الحابة أركز عليها في الفيديو بتاع اليوم. فما حتكلم كتير، خلونا نبدأ. أول حاجة حابة أقول لكم إنه التجهيزات للمدرسة يعني من الحاجات الجميلة هنا إنها بتبدأ فعلاً من بدري جداً، يعني من وقت مبكر. يعني مثلاً إحنا الآن المدرسة بتبدأ شهر 4، الأسبوع الثاني من شهر 4 بيبدو الدراسة. الإخطار بتاع قبول المدرسة وصلنا في نهاية شهر 9 الفات، اللي هي قبول في أي مدرسة بالضبط، وفي نفس الورقة بتاعت القبول اختار بتاع فحص طبي حيتعمل في المدرسة نفسها. طبعا ده كله بالتنسيق بين البلدية والمدرسة والجهات الطبية. فالفحص الطبي ده كان في نهاية شهر 11، ومنها كانت فرصة طبعا ان الاطفال يشوفوا المدرسة نفسها ويشوفوا الاساتذة وكذا. وفي الروضة برضو بالمناسبة، في الروضة عندهم يوم بيمشوا هم الأطفال مع الأستاذات وبيزوروا الروضة، بيزوروا المدرسة وبيشوفوا الفصول وبيشوفوا المكان وبيشوفوا الأساتذة وكل حاجة يعني برضو. فمن بدري بهيئوا الأطفال وبهيئوا الأسر نفسهم يعني لتحضيرات المدرسة. في بداية شهر 2 الفات، بداية شهر فبراير، كان عندنا حاجة برضو اسمها يعني بمعنى إنه شرح عن دخول المدرسة. دي هي اللي فيها تفاصيل أكثر وفيها بناخد فيها يعني هي تقريبا محاضرة فيها كل التفاصيل عن المدرسة، القوانين بتاعتها، الدراسة نفسها طبعا، حتى عن في حالة حصل حادث مثلا، يعني كل التفاصيل المتعلقة بالوقت اللي حيقضيه الطفل في المدرسة. فاللي هو نيوغاكو سيتسو ميكاي دي احنا استلمناه في بداية شهر 2، يوم 5/2 كان يعني هو. في حاجات كثيرة طبعا يعني، لكن اهم شيء بدوك كل شيء مكتوب. دي كلها لستة، دي كلها قائمة بتاعت حاجات مفروض احنا نجيبها للمدرسة. وبالمناسبة الحاجة الجميلة إنه الحاجات دي كلها يعني بيقول عليها ستاندرد، يعني في كل مدرسة في اليابان، كل المدارس الحكومية في اليابان نفس الأشياء دي هي بيتطلبوها، وحتى نفس الأحجام، يعني أشياء متعارف عليها هنا، اسمها معروف وحجمها معروف وشكلها معروف. فبغض النظر عن كنت في أي مدرسة وفي أي ولاية في اليابان هي نفس الأشياء. أول حاجة دي شنطة المدرسة. في اليابان لو لاحظتوا الشكل كده بتاع الشنطة اللي هي اسمها راندو سيرو. راندو سيرو دي الشنطة المتعارف عليها في اليابان، هنا الشنطة المدرسية المتعارف عليها بتكون
عادة زمان يعني كانت للأولاد باللون الأسود وللبنات باللون الأحمر، بس الآن بقت في ألوان كثيرة لكن نفس الشكل. طبعا في شركات كثيرة بتعمله، معروفة بإنها متينة جدا، وبيميزها إنها بتعيش يعني 6 سنوات، يعني الطفل بيستخدمه من سنة أولى ابتدائي لغاية ما يتخرج من المرحلة الابتدائية في الصف السادس، يعني 6 سنوات كاملة بيكون الطفل بيستخدم نفس الحقيبة. عشان كده طبعا لازم تكون متينة ولازم تكون عملية، وحتى إنه بتكون يعني مريحة للحمل بحيث إنه ما توجع الظهر أو كده. وهي طبعا ما رخيصة، مكلفة جدا، يعني أقل واحدة ممكن تكون بما يعادل $300، أقل واحدة متينة اللي هي دي بيكون معاها حتى تأمين، يعني بيكون معاها زي بس دي شنطة فاضية، بيكون حتى معاها تأمين بحيث إنه لو حصل أي اللي هي دي كده تأمين، بمعنى إنه إذا حصل فيها أي حاجة، أي يعني حاجة اتقطعت أو كده، هم الشركة نفسها بيتكفلوا بإصلاحها. وبيجي معاه حاجات كده اكسسوارز، يعني دي كيس في حال المطر او كده ممكن استخدمه، وفي برضه دي زي بارتيشن اذا الواحد عاوز يحط حاجات قدام حاجات ورا كده، حاجات قدام وحاجات ورا، فبرضه ممكن. المهم انها فعلا يعني عملية جدا ومتينة جدا. هنا شايفة حاطين حاجة لجدول الاسبوع، بقول على شنو جدول قصص، يعني ممكن الواحد يكتب في اشياء برضو مهمة جدا. دي نحن كانت موجودة عندنا من الروضة، يعني اللي هي دي البوساي زوكن، اللي هي دي البوساي زوكن، دي حاجة بتتلبس لحماية الرأس في حالة الزلازل، طبعا لأنه اليابان هنا الزلازل فيها كثيرة. وبالمناسبة دي من الحاجات اللي بيعملوا لها تدريبات للأطفال، يعني سواء كان في الروضة أو في المدرسة، إنه كيف يتصرفوا في حالة الزلازل. فالمهم عندنا البوساي زوكن دي، وعندنا برضو دي اللي هي الوباكي، اللي هي الحذاء اللي بيتلبس داخل المدرسة أو داخل الروضة، بيكون حذاء يعني فقط للاستخدام في الداخل، ما بيتلبس برا يعني. وعنده كيس قماش، يعني طبعا بتتغسل الوباكي نفسها بتتغسل والكيس بيتغسل. المدارس هنا في اليابان ما عندهم زي مدرسي، بلبسوا عادي، يعني بيستحسن انه تكون قطعتين، يعني قميص وبنطلون او كده. لكن الحاجة المشتركة هي الطاقية، اللي هي كل مدرسة بكون عندها طاقية، يعني بكون بلون معين. احنا مدرستنا باللون الازرق، عاد بكون ازرق او اصفر او اخضر او المهم، يعني بكون لون سادة كده. دي بتاعت المدرسة، بنستلم من المدرسة نفسها. ومن المدرسة برضه بنستلم ملابس الرياضة، اللي هي بتكون تي شيرت وبنطلون، يعني دي بنستلم من المدرسة. باقي الأشياء بتكون يعني بنشتريها من أي محل. دي من الأشياء برضو المعروفة اللي هي أكاشي روبوش، دي اللي بمعنى إنه طاقية لون أبيض بأحمر، يعني خلينا أفتح عليكم، يعني هي من جهة لون أبيض ومن جهة تانية لون أحمر. لو لاحظتوا كده تتلبس من الجهتين، يعني من الجهة دي لون أحمر ومن الجهة دي لون أبيض. فدائما هنا بيستخدموها في الحاجة اللي اسمها الأندوكا في الأيام الرياضية، بيكونوا دائما الطلبة بيقسمون فريقين، فريق بيكون الأحمر وفريق بيكون الأبيض. عشان كده دائما بتكون الطاقية دي يعني برضو بتتباع في أي محل وبتستخدم في كل المدارس. في الروضات برضو بالمناسبة، يعني هي نفس الشيء، ممكن تستخدم في الروضة وفي المدرسة نفس الفكرة. بعد كده من الأشياء اللي برضو بنحضرها حاجة اللي اسمها زوكين. زوكين دي اللي عبارة عن قطع قماش، كل طالب يعني مفروض يجيب قطعتين، واحدة بيخلوها في المدرسة، واحدة بياخدوها معاهم، يعني بياخدوها وبيجيبوها للبيت. فديل الزوكين اللي هو قلت لكم 2، واحدة بنخلاها في المدرسة، طبعا بنكتب عليها الاسم، حوريكم بعد شوية كيف بنكتب الاسم.
والقطعة التانية زي ما قلت لكم بياخدوها وبيجيبوها بينظفوا بيها. يعني طبعا هنا دي حاجة معروفة على المدارس اليابانية إنه بينظفوا الأطفال فصولهم بأنفسهم، يعني بينظفوا الأدراج وبينظفوا الأرضية وبينظفوا الحمامات وبينظفوا كل المدرسة الأطفال بمساعدة الأساتذة. يعني دي من الحاجات الجميلة جدا، أنا حاسة إنها من الحاجات اللي بتعلم الأطفال إنه يعتمدوا على أنفسهم ويهتموا ب يعني نظافة المحل بأنفسهم، ما بيعتمدوا على حد يعمل لهم الحاجة دي. فديل الزوكن أو القطع الفوط بيحتاجوا لها في النظافة. بعد كده عندنا هنا دوغو بكرة، دي اللي هو كيس صغير بتاع قماش، دي كل طفل بيكون معلقه في الدرج بتاعه، بيكون فيه صمغ ومقص، والمقص لازم يكون كده عنده غطاء عشان يكون آمن للاستخدام. فدول الاثنين المفروض ندخلهم هنا ونعلقهم، حشيلهم هذه يعني بعلقهم في الدرج. قبل شوية قلت لكم انه اي حاجة هنا لازم يتكتب عليها الاسم، سواء كان المقص او الاقلام او الزوكن او اي شيء، حتى ملابس الرياضة كل حاجة بتكتب عليها الاسم. فهنا في اليابان في حاجة اسمها دي اللي هو ناماي بن او يعني قلم خاص بكتابة الاسماء. عايزة افتحه، ما اعرف افتحه من غير لحظة من هنا. ايوه طيب، ميزة القلم دي انه تكتب فيه على الحاجة دي. عنده سنتين يعني سنة صغيرة وسنة تخينة شوية. ميزة القلم دي انه بعد ما تكتب الاسم ما بيطلع، الاسم ما بيطلع يعني بيكون ثابت في القماش لفترة طويلة يعني لمدة شهور، حتى اذا الحاجة اتغسلت كذا مرة، حتى إذا الحاجة اتغسلت كذا مرة اللون يعني ما بي هو ما حيكون ثابت 100%، لكن بيبهت تدريجيا يعني باخد شهور عشان يبهت والواحد تاني يحتاج يظهره يعني يكتب مرة تانية. فدي حاجة عملية جدا جدا يعني بكتب فيه بيكتب فيه الاسم على الحذاء الداخلي وعلى ملابس الرياضة وعلى الفوط بتاعت التنظيف وعلى حتى حاجة المقلمة وكل شيء يعني بتكتب نماي بن. بعد كده عندنا هنا شنطتين بتاع القماش قريبين لبعض، يعني واحدة فيهم بتستخدم لوضع الكتب اللي هو بيستلفوها من المكتبة بيضعها هنا، أو يعني أي حاجة حجم A4 بتشيل حجم A4، فكتب أو يعني أي حاجة يستلفوها من المدرسة. والثاني اللي هي دي بحطوا فيها أدوات الموسيقى برضو، يعني أي حاجة زي كده بجيبها من المدرسة بحطها في البيت. باقي الأشياء هي حاجات عادية يعني زي الموجودة عندنا في بلادنا، مقلمة، الألوان لازم نوعين اللي هو نوع خشب ونوع شمع، وطبعا برضو لازم نكتب على الاسم، حتى يعني في حاجات كثيرة بنلقى أصلا في مكان الاسم موجود عليها يعني، وأقلام رصاص، مسطرة والاستيكة، المهم يعني دي كلها حاجات عادية. بس أنا زي ما قلت لكم حبيت أركز لكم على الحاجات الشوية مختلفة عن الحاجات الموجودة في بلادنا. وبس دي كانت حلقة اليوم، أتمنى أكون قدرت أعكس لكم صورة عن حاجات تجهيزات المدرسة هنا في المدارس اليابانية. و لغاية ما ألقاكم في حلقة قادمة خليكم في أمان الله، ما أنسى أقول لكم رمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير، خلوا بالكم من أنفسكم، مع السلامة.